تلوه الاخر ضمن تحديات وانطلاقات هذا المساء. سن اللقاية وانطلاقات الانتاج والمنتجين، ينطلق الشوط الرئيسي شوطا رئيسيا اخر لن يقل اهمية عن الشوط الذي مضى، وهو الشوط الاول الرئيسي المخصص للقعدان الانتاج. اذا حضورنا الكريم الشوط التاسع في مجمل الاشواط وتعدادها، هنالك اسماء وشعارات حاضرة متميزة في هذا المساء تبحث عن الناموس وعن الانتصار. 36 اسم، 36 شعار تتحدى من اجل الناموس ومن أجل الانتصار. إذا حضورنا الكريم مشاهدينا متابعينا الأفاضل، نبدأ مع مقدمة الشوط ومع الصدارة ومع المقدمة. نشوان ينطلق مع البداية ومع المقدمة لنايف بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري، يقدم لنا نشوان مع المقدمة ومع الصدارة. بينما المركز الثاني هنا القدوم الوصول من قبل وجود وتدخل الهذام لحزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري، يقدم لنا الهذام مع المركز الثاني. بينما الدور دور المركز الثالث، هناك الوصول والقدوم، هنا القدوم والوصول من قبل وجود والتدخل وانطلاقة مياس لعامر بن عبيد بن حمد بن بعيران المري، يقدم لنا مياس مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع المجدور صاحب شخصية من انتزعت الشوط الرئيسي الأول قبل قليل، هذا هو يقدم لنا شخصي، شخصي يصل ويتقدم الشخصي العلي بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفراني المري، يقدم لنا وجود وانطلاقة الشخصي مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس من الجانب الأيمن، هنا القدوم والوصول من قبل المرتجز لعبد الله بن راشد بن خليفة أبو عبود الكبيسي، يقدم لنا وجود وانطلاقة المرتجز مع المركز الخامس. وهنا كذلك شعار بن جهويل يحضر في هذا المساء مع الحصان سعد بن محمد بن سالم بن جهويل المري، يقدم لنا الحصان كذلك مع خامس التحديات. إذا مشاهدينا الأفاضل مستمعينا الكرام، هذا هو النداء الأول للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا الشوط الأول الرئيسي المخصص للقاية القعدان الانتاج وناموس الشوط الأول الرئيسي. غير يعرفون ملاك الهجن، يعرفونه المنتجين، لذة الناموس غير ناموس الانتاج. لكن نعود، نعود لك يا ابو زيد، نعود لك يا ابو زيد. الله يا الهذام، الهذام 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 لحزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري، يقدم لنا الهذام مع المركز الأول. بينما يصل بن قريع في هذه اللحظات الفارس فليفاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، يقدم لنا وجود وانطلاقة الفارس مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث هنا القدوم والوصول من قبل وجود وتدخل الحنيش لجاسم بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي. الله الله، شوف اللي غير وانطلق نحو المقدمة والصدار، أم غادر الدعية ينطلق ويغير مجريات الأمور. سعيد بن سالم بن سنيد الدعية يقدم لنا انطلاقة وانطلاقة المغادر. الله الله الله، لكن لكن المركز الثاني، نشوف المركز الثاني الحنيش للتميمي يصل ويتقدم. جاسم بن علي بن عبد الرحمن آل جميل التميمي يقدم لنا وجود وانطلاقة الحنيش
مع المركز الثاني المركز الثالث. شعارك يا بن قريع يحضر في هذا المساء مع الفارس فاران بن عتيق بن محمد آل بريد الهذام يا ابو زيد مع المركز الرابع للهذل حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. اما خامس المراكز الله الله ارصد للقدوم ارصد للوصول والحضور المميز مع انطلاقة ووجود والتدخل صاغان. شعار بن شفيع يحضر محمد بن راشد بن سعيد بن شفيع آل فهيدة من مع صاغان مع المركز الخامس ولكن بن سنيد الدعية ينطلق مع مغادر مغادر يغادر يغادر للإنجاز يغادر إلى المقدمة يغادر إلى المركز الأول مغادر مع المقدمة مغادر مع الصدارة. الدعية الدعية بن سنيد مع المركز الأول مع المقدمة والصدارة بينما المركز الثاني هنا الوجود والتدخل من قبل الوجود هنا القدوم من الحنيش لجاسم بن علي بن عبد الرحمن آل جميل التميمي يقدم لنا الحنيش بن قريع يصل مع المركز الرابع مع الفارس وهنا القدوم الوصول اسم جديد تدخل دائرة النداء رمادي العلي بن سلطان بن ناصر الحميدي يصل ويتقدم مع رمادي لكن مغادر مغادر الدعية مع المركز الأول مع الصدارة ولكن رمادي 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 يا سلام يا سلام. الشوط الأول الشوط الرئيسي لكن لكن يعود الحنيش الحنيش ورمادي الرمادي والحنيش الحنيش ورمادي لكن الحميدي مع رمادي 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 الله يا رمادي الله يا رمادي. التميمي التميمي ينطلق مع المقدمة مع الصدارة ومع البداية الله 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 ينطلق ينطلق مع المقدمة الحميدي رمادي رمادي ينطلق مع المقدمة اسعد الله مساك الحميدي علي بن سلطان بن ناصر الحميدي على فوز رمادي وتحقيقه بناموس الشوط الأول الرئيسي المخصص لل قعدان اللقاية الانتاج. سلام رمادي سلام سلام الحميدي سلام على فوز رمادي والتحقيق بناموس هذا الشوط. الله رمادي هو صاحب الشوط الرئيسي الاول المخصص للقاية القعدان والتوقيت التوقيت ادفنوه وادفنوه تحته. خاف رمادي العلي بن سلطان من ناصر الحميدي قاطع المسافة في 7 دقائق 42 ثانية واثنين وثلاثين جزءا من الثانية تهانينا وناموس على فوز رمادي وتحقيقه بناموس الشوط الأول الرئيسي المخصص للإنتاج. ثاني المراكز وصل فيه الحنيش لجاسم بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي من المركز الثالث. المركز الثالث كان القدوم من الفارس لفاران بن عتيق بن محمد البريد.